ليلي مباراة الإسماعيلي وأسوان في الجولة ال 32، كابتن حسني يمكن تشكيل لسه وصل لنا، تشكيل الإسماعيلي وأسوان من وجهة نظر حضرتك يعني أبرز الغيابات النهاردة اللي ممكن تبقى مؤثرة على نتيجة المباراة وعلى أداء كمان الإسماعيلي. لا، وبالنسبة للإسماعيلي مفيش غيابات مؤثرة، يعني فراس شواط هو الوحيد، هو ومحمد هاشم اللي كانوا متواجدين الفترة الأخيرة متواجدين في التشكيل الأساسي، لكن غيابهم مش هيبقى مؤثر بشكل كبير لأن الناس اللي موجودة بتأدي أفضل كمان منهم. يعني محمد الشامي هو هداف نادي الإسماعيلي 8 أهداف، ففراس غيابه مش هيبقى مؤثر بشكل كبير، انما هاشم ورا كان ماشي بشكل كويس جدا الفترات اللي فاتت واللي قبل كده، فاعتقد الناس اللي موجوده هتقدر اللي هي تسد غياب الناس اللي موجوده، فغياب الناس اللي مش موجوده. فريق اسوان فريق محترم، فريق النهارده رايح مش عايز يتغلب، وفريق اسوان عنده لعيبه مميزه ابرزهم محمد حمدي زكي تاني هداف الدوري 11 هدف، فاعتقد المباراه هتبقى قويه جدا بين الفرقتين. اتمنى نشوف مباراه تبقى العاديه لجماهير الكره المصريه النهارده، جماهير يعني ان شاء الله نشوف ماتش يمتع الجماهير، هتبقى موجوده في استاد الاسماعيليه النهارده ان شاء الله النهارده تكون مباراه